تستعد جماهير شعبية إذن لتشييع جثمان الشهيد ماهر الجازي، هذا الشهيد الذي نفذ عملية بطولية أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين مستوطنين على معبر الكرامة في الجانب الفلسطيني. الشهيد الجازي الذي خط معادلة مختلفة في العملية النوعية التي قام بتنفيذها إذن في 8 من الشهر الحالي، وقام الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثمانه لقرابة أسبوع، ولكن ضغطا شعبيا وأيضا رسميا أردنيا أدى إلى إخضاع الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمانه هذا اليوم من أجل تمهيدا لمواراته عثرة في مسقط رأسه. العائلة تسلمت جثمان الجازي فيما تجري ترتيبات لتشييع جثمانه بعد قليل، في ظل دعوات لمؤسسات عديدة ونشطاء شباب للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد الجازي. نتحول مباشرة إلى الأردن لنطلع على مجريات تشريع جثمان الشهيد الجازي، وينضم إلينا الزميل الصحفي خليل قنديل من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بك خليل، مساء الخير. أهلا بك دمع، مساء الخير. أهلا بك، يعني ما هي الترتيبات والتحضيرات لتشييع جثمان الجازي لأجل مواراته الثرى في مسقط رأسه؟ نعم، منذ انتشار خبر تسلم ذوي الشهيد ماهر الجازي لجثمانه صباح اليوم، تداعى آلاف الأردنيين منذ ساعات الصباح الباكر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد ماهر الجازي الذي سوف يصلى عليه بعد دقائق في مسجد الحسينية جنوب في مدينة معان جنوب العاصمة عمان، والتي تبعد عن العاصمة عمان مسافة 180 كيلومتر، وسوف يوارى الثرى في مقبرة الحسينية. نتحدث عن عشرات الآلاف من الأردنيين الآن يتواجدون في محيط مسجد الحسينية للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد ماهر الجازي، وسط تأكيد على مشاعر الفخر والاعتزاز بما قام به الشهيد من عملية بطولية انتصارا لدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وتأكيدا على الموقف الشعب الأردني الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر منذ 11 شهرا على إخواننا في قطاع غزة. نعم خليل، إذا كنا نتحدث عن هذه العملية البطولية التي نفذها الشهيد الجازي، كيف كان وقع هذه العملية على الشارع الأردني، وكيف تعاطى معها الشارع الأردني الذي لم يهدأ فتيل هذا الشارع منذ 7 أكتوبر تنديدا بمجازر وجرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة؟ نعم ريما، يعني منذ وقوع عملية جسر الملك حسين التي نفذها الشهيد الجازي، نتحدث عن عدة مظاهرات وفعاليات شعبية انتشرت في مختلف محافظات الأردن أكدت على مشاعر الفخر والاعتزاز بما قام به الشهيد ماهر الجازي، وأكدت أن هذه العملية تعبر عن ضمير الشعب الأردني المؤيد لمقاومة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى المظاهرات التي أكدت على ضرورة استعادة جثمان الشهيد الجازي من قبل العدو الصهيوني، والتأكيد على أن ما قام به هو كما ذكرت يعبر عن ضمير الشعب الأردني. نتحدث عن احتفاء واسع من قبل الشعب الأردني بما قام به الشهيد الجازي، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر توزيع الحلوى من قبل الأردنيين في مختلف المحافظات احتفاء بهذه العملية. نتحدث عن أيضا عن آلاف الأردنيين الذين زاروا بيت العزاء لآل الشهيد في منطقة معان، والذين خلال الأيام الماضية والذين عبروا عن دعمهم وإسنادهم لعائلة الشهيد، ومشاعر الفخر كما ذكرت بما قام به من عملية بطولية انتصارا لدماء الشعب الفلسطيني. أشير ريما إلى أن عملية استعادة الجثمان جاءت بعد ضغوط رسمية واسعة وضغوط شعبية واسعة تطالب باستعادة جثمان الشهيد، لا سيما بعد تصريحات إسرائيلية طالبت بعدم تسليم جثمانه إلى الجانب الأردني. الحديث كان عن تدخل ملكي مباشر وتدخل أمريكي لدى قادة الاحتلال لتسليم الجثمان، والأردن رفض أي شروط كان الاحتلال يريد وضعها لتسليم هذا الجثمان إلى الأردن، والذي كما ذكرت تسلمه ذووه صباح اليوم وسط هتافات التكبير، وسط الهتافات للشهيد الجازي وهتافات
التهليل والتكبير، وسط حالة من الرضا بما قام به من عملية بطولية ضد العدو الصهيوني. نعم خليل، وهذا واضح من خلال الفيديوهات التي وثقت بعدسة الزملاء الصحفيين حول استقبال عائلته له بالتكبير والتهليل في إطار طبعا يعني الدعم الكبير للعملية البطولية التي نفذها الشهيد ماهر. ولكن هذه العملية خليل كما أشرت يعني كان لها احتضان ودعم شعبي بالجانب الأردني، نتحدث فعليا عن جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي أوجعته هذه العملية البطولية للشهيد الجازي، وعلى إثرها تحدثت اليوم وسائل إعلام الاحتلال أنه ستكون هناك خطة مختلفة لجيش الاحتلال على تلك المنطقة، ونقصد فيها معبر يعني أو معبر الكرامة أو جسر الملك حسين، بالإضافة إلى نشر سلسلة من الأجهزة الرقابية والاستشعارات والكاميرات وأبراج أيضا على حدود تلك المنطقة. أي درس لقنه الشهيد ماهر الجازي للاحتلال الإسرائيلي وكل تقنياته العسكرية والأمنية؟ نعم ريما، كما ذكرت الاحتلال اعتبر هذه العملية عملية موجعة. تصريح رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وصف العملية بأنها كانت يوما صعبا على الاحتلال. عدة تصريحات صدرت من قادة الاحتلال تطالب برد على هذه العملية. يعني هناك كانت تصريحات بضرورة بناء جدار أمني بين الأردن وبين الضفة الغربية كعملية أمنية للحد مما وصفوه بهذه العمليات وبعمليات التهريب للأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية. نعم كانت عملية موجعة، كان هناك احتفاء بها حتى داخل غزة وداخل الضفة الغربية الذين اعتبروا هذه العملية عملية إسناد ودعم للمقاومة في حربها المتواصلة مع الكيان الصهيوني، الذي رأى في هذه العملية ضربة موجعة كما ذكرت من مختلف المستويات، سواء الجانب السياسي أو الجانب المجتمع داخل إسرائيل أو الجانب العسكري والأمني. وصدرت بعد هذه العملية تصريحات تؤكد على ضرورة عدم تصعيد جيش الاحتلال في الضفة الغربية وضد المسجد الأقصى في القدس، وأن هذا التصعيد سوف يسفر عن تكرار مثل هذه العمليات مستقبلا. أشير هنا ريما إلى أن لا يزال هناك اثنين من السائقين الأردنيين محتجزين لدى الكيان الصهيوني، وهما من نفس المدينة التي ينتمي إليها الشهيد الجازي. والخارجية الأردنية أعلنت أنها تواصل الاتصالات مع الكيان الصهيوني للإفراج عن هذين السائقين اللذين تعرضا للتنكيل من قبل قادة الاحتلال بعد العملية التي قام بها شهيد الجازي. نعم أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات زميل الصحفي، إذا كنت معنا من الأردن زميل الصحفي خليل قنديل، راصدا لنا بدء مراسم تشييع جثمان الشهيد الجازي قبل قليل وانطلاقها إذا من مسجد في منطقة الحسينية إلى معان، حيث بدأت مراسم تشييع جثمان الشهيد ماهر الجازي في معان، حيث مسقط رأسه بعد تسليم الاحتلال الإسرائيلي له صباح هذا اليوم إلى الجانب الأردني.